احنا واخدين ان شاء الله وقائع الاحتفال الحصري، احنا ان شاء الله الحمد لله واخدين جائزة افضل قناة عامة وافضل قناة دراما، واعتقد ان ده الحمد لله يعني ده النجاح اللي احنا بنوصله بنحققه خلال السنة، ده بتكون نتيجته يعني الأمنية العامة للمجتمع وللبلد، ان هي ان شاء الله باذن الله السنه دي تكون سنه سعيده على بلدنا وتكون اهدى واحسن بكتير من السنين اللي فاتت، ونقدر نحقق ونوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. الكلمه اللي اقولها للجمهور، انا لسه كنت يعني في لقاء من كام يوم وقلت نفس الكلام وباكد عليه، الكلمه الاهم كلمه اقولها للجمهور، انا بشكره جدا. الجمهور فعلا بيحب النهار، والنهار بتسعى جاهده ان هي ترضيه على قد ما تقدر. جمهور يمكن قناه النهار رياضه، قناه النهار رياضه طالعه في ريتنج رقم 8 على مستوى كل القنوات في مصر، واعتقد ان ده ما فيش قنوات رياضيه حققت النسبه دي، خصوصا وهي كمان ما عندناش الدوري، فاعتقد ان ده لو في تقدير هيبقى التقدير الاكبر للمشاهد، فعشان كده انا بتمنى لهم يعني او بوعدهم بمزيد من الالتزام وكل اللي هم عايزينه هيشوفوه عندنا على النهار، وبشكرهم على متابعتهم الجيده للنهار اللي هي كل يوم بتزيد. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوادي، www.washwasha.org.